بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الأول من سلسلة الهاردوير هاكينج. في الفيديو ده هنتكلم عن مقدمة في الهاردوير هاكينج، ايه هو الهاردوير هاكينج، ليه ممكن نحتاجه، ايه الأهداف اللي ممكن تحتاج انك توصل لها في الهاردوير هاكينج، او ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون عايز توصل لها. هنتكلم برضو عن شوية مصادر، وهسيب لكم شوية مصادر. الهاردوير هاكينج التارجت فيه بيكون قطعة الهاردوير نفسها، انك تعمل لها مثلا تعمل لها ابجريد او تطلع فيها نقط ضعف معينه. مش في كل الاحوال بيكون مسموح لك انك تعمل ده، يعني في شركات ممكن انت تتحط في مساله قانونيه بسبب انك تارجت الهاردوير بتاعهم حاجه مثلا زي اكس بوكس او بلاي ستيشن. الاجهزه دي مش بيسمحوا ان حد يعدل على الهاردوير بتاعهم. في ناس طبعا بتعدل على الهاردوير وتعمل له مودس وكلام من ده، الكلام ده غير مصرح بيه. مش في كل الأحوال الهاردوير هاكينج بيكون مصرح بيه خالص. أول حاجة في الباج باونتي، في بعض الشركات بيكون في السكوب عندهم هم سامحين انك تعمل تيستينج على الهاردوير بتاعهم وتقدم ثغرات او ريبورتات لو في مشكلة انت لقيتها في الهاردوير ده. في الريد تيمينج مهم جدا للريد تيمر ان يكون عنده معرفة بالهاردوير والهاردوير هاكينج وكده. تالت حاجة، ممكن تعمل ادواتك الخاصة والجادجتس الخاصة بيك بدل ما تشتري ادوات جاهزة. احنا طبعا كلنا عارفين الادوات الخاصة بالريد تيمرز والكلام ده بتبقى بأسعار خرافية، يعني زي الاجهزة بتاعت شركة هاك فايف مثلا، زي هاكر بوكسز، مواقع زي هاكر وير هاوس. الاجهزة اللي عليهم غالية جدا، الادوات اللي عليهم غالية جدا. مثلا الجهاز اللي في الصورة دوت اسمه واي دي. الجهاز ده اللي عمله واحد من المطورين بتوع شركة بنتستر اكاديمي. ده بديل للواي فاي باينابل. هو بيستخدم في الجهاز ده راوتر عادي، راوتر بورتابل زي الام ار 3020 مثلا، وعدل على الفريموير بتاعه. هي اهدافك من الهاردوير هاكينج، اول حاجة ممكن تكون هي الجين اكسس، ممكن تاخد شل مباشرة على الجهاز عن طريق انترفيس زي اليو ارت مثلا. ابجريد هاردوير، انت ممكن تزود في الهاردوير، ممكن تزود فيه رامات مثلا لجهاز ثابت زي الراوتر مثلا، عندك الراوتر في البيت ممكن تزود له الرام. انستول باك دورز، ممكن يكون الباك دور اللي انت بتثبته ده هاردوير، مش لازم يكون سوفت وير. فايند باك دورز، ممكن تعمل دمب للفريم وير نفسه وتطلع باك دورز، او ممكن انك تكتشف باك دور اصلا هاردوير في الهاردوير نفسه. فايند باكس، ممكن بعد ما تدمب الفريم وير من الجهاز نفسه تدرسه وتطلع فيه سيكيورتي باج، ممكن تكون تطلع منه برضو ديفولت كريدنشلز، ممكن تطلع باسوردات افتراضية. ممكن يكون هدفك بس انك تتحصل على الفريم وير بتاع الجهاز، ممكن الفريم وير ما يكونش بابليك لكل الناس، انت تتحصل عليه من الهاردوير نفسه. وفي النهاية دي بعض المصادر. بتمنى تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، تعمل لايك لو في مشكلة في الفيديو ممكن تعمل ديسلايك وتسيب لي كومنت. في المصادر اول حاجة طبعا موقع جيت هاب كالعادة، في موقع اتفاي، ده موقع بيهتم بمجال الهاردوير هاكينج وده تخصصه، موقع سبارك فان، ده لينك برضو الموقع انا تلاقيته بيتكلم كويس عن الهاردوير هاكينج للمبتدئين. موقع هاكادي، موقع ده جميل جدا برضو، بيهتم وبينشر اي بروجكت متخصص في الهاردوير هاكينج او بالهاكينج جادجتس والكلام ده. المؤتمر بتاع ديفكون طبعا، ممكن تشوف السلايدز القديمة والفيديوهات، وده لينك على جيت هاب في بعض الادوات اللي بيستخدموها في الهاردوير هاكينج.